الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى جنات النعيم محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد تسليما كثيرا. أسعد الله مساءكم بكل خير المشاهدين الكرام، جمعة مباركة أينما كنتم وأينما حللتم لتلتحقوا بنا في هذا الفضاء الأسري الروحاني. كما عودتكم قناة القرآن الكريم كل يوم جمعة حديثنا يكون عن المواضيع الروحانية التي لها علاقة بالرقائق وتهذيب النفوس. لهذا سيكون كلامنا بإذن الله تعالى اليوم عن موضوع الاستعانة بالله تعالى. سنتحدث في هذا الموضوع عن ماهية الاستعانة وعن مشروعيتها من الكتاب والسنة، وعن الفرق بين الاستعانة والتوكل بالتوكل على الله تعالى، ونقاط عديدة وزوايا كثيرة سنحاول أن نناقشها في حصتنا لهذا اليوم، وكل هذا بمعية أساتذتنا الأفاضل. بداية أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا وشيخنا محمد قرومي. مساء الخير، جمعة مباركة شيخ. مساء الخير، جمعة مباركة لك وللسادة المشاهدين. تحية طيبة أزفها للسي عبد القادر والسي حسن ولكل المشاهدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك فيك. كما يسعدني أيضا أن أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا أحسن شيرود. جمعة مباركة شيخ. وأنت كذلك نوف، الجمعة مباركة لكل المشاهدين ولشيوخنا الكرام. سرى عز وجل نوفق بهذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. كما أيضا يسعدنا دائما أن يكون معنا أستاذنا فضيلة شيخنا عبد القادر حيدة. سعد الله مساءك بكل خير وجمعة مباركة أستاذ. شكرا أخي نوفل، بارك الله فيكم وجمعة مباركة لكل المشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الموضوع الذي هو مفهوم الاستعانة به جل في علاه. أمين إن شاء الله تعالى. أيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا على الرقمين اللذين سيظهران أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى، ونبدأ من مفهوم الاستعانة كمفهوم كمعنى عام. أستاذنا عبد القادر حيدة، أتوجه إليك بالسؤال. عندما نقول استعانة بالله تعالى، فماذا نقصد بالاستعانة؟ يعني من الناحية كما يقول اللغوية والاصطلاحية والمفهوم العام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قبل أن نعرف المعنى اللغوي عفوا، لابد أن نعرف أن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما أنبه دائما على أنها عمل من أعمال القلوب، وذرة من أعمال القلوب تساوي الجبال الراسيات من أعمال الجوارح. وبالتالي دائما كما مر في عدة حصص باختلاف العناوين، هناك عناوين يعني وأعمال هي من أعمال القلوب، ونحن مطالبون بصلاح قلوبنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي من الأعمال القلبية، والجوارح تتحرك على حسب ما يمليه هذا القلب لأنه سلطان الجوارح. وسنعلم فيما يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة ما بين الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، والفوارق الموجودة أو ما يكون من تلازم بينهما. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في اللغة هي السين والتاء للطلب، يعني طلب العون من الله سبحانه وتعالى مع الاعتماد عليه والثقة به، مع الاعتماد عليه والثقة به، لأنه لا يقدر أحد أيا كان أن يدفع عنك المضرة، والذي هو القادر على دفع المضار عنك وجلب المصالح إليك هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذا ينبغي أن تحصر الاستعانة به سبحانه وتعالى، وهذا منهج من مناهج القرآن الكريم. في الآية في أم القرآن:
إياك نعبد وإياك نستعين. فأداة الحصر هذه إياك جاءت قبل نستعين، فلم يقل الله سبحانه وتعالى نستعينك، لأنه يفهم أنه لو قيل نستعينك أنه ربما أيضا نستعين بغيره سبحانه وتعالى، مع ما يكون من إيضاحات فيما بعد. ولكن إياك نستعين تفيد الحصر، تعظيم الله سبحانه وتعالى، التواضع لله سبحانه وتعالى، الذل لله سبحانه وتعالى، وتفيد حصر الاستعانة، يعني طلب العون منه سبحانه وتعالى مع الاعتماد عليه والثقة به في الله سبحانه وتعالى. وأمثل يعني لتفهم معنى، ليفهم المشاهد معنى حصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى. إذا قال لك إنسان، مفهوم اللغوي يعني بأداة الحصر، إذا قال لك إنسان سأقابلك، ربما تفهم أنت أنه سيقابلك أنت ومع غيرك، سنتقابل في المكان الفلاني، ربما تكون أنت أحد المقابلين. أما إذا قال لك إياك أقابل، فإنه يحصر المقابلة فيك أو معك، وبالتالي اعلم جيدا أنك ستلتقي به منفردا فقط. هذا المعنى يعني بالمثال يتضح المقال. هذا المعنى هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمه المسلم، في أن طلب العون ومع الاعتماد والثقة إنما يكون بالله عز وجل لا بغيره، وحصر الاستعانة وطلب العون منه جل في علاه فيه سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ربما نعيد الكلام في هذا الحديث فيما بعد في قضية العبادة أو المفارقة بين الاستعانة والتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم طالب الحرص على ما ينفعك، لابد أن يحرص المسلم على ما ينفعه، ولكن في كل ذلك يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن الاستعانة هي ماذا؟ عمل من أعمال القلوب. ولا تعجز أيضا يدخل في ماذا؟ في الجوارح. ولذا كان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من خلال الحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث المعروف الذي نحتاجه ربما، وسيقتبس منه الشيخ محمد الشيخ حسن من دون شك يعني ما يفيد المشاهد الكريم. يا غلام كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا المعنى ربما يكون كمقدمة، نعم، أن الاستعانة تكون محصورة في الله ولله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أستاذنا عبد القادر حيدة على هذا المدخل. مشاهدينا الكرام، لنا استطلاع أعدته لنا زميلتنا زهية هني حول هذا الموضوع، موضوع الاستعانة بالله. نزلت إلى الميدان واستقصت آراء بعض ممن استجوبتهم حول هذا الموضوع، لنشاهد هذا الاستطلاع سويا ثم نعود لمواصلة النقاش بإذن الله تعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، نعود إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. يعني الإنسان كل ما يصيب مصيبة أو مكروه، ما أصابكم من شيء فمن أنفسكم. يعني الإنسان يكون شيء شر فمن أنفسنا، وإن أصابنا الخير فمن الله عز وجل. الإنسان دائما في المكروب أو المصيبة يعود إلى الله عز وجل. لما الإنسان يصيبه كرب أو هم أو غم فيلجأ إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أي أن الإنسان لما يصيبه هم أو حزن، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشبكة يشاكها، فيلجأ إلى الله عز وجل. وكثير من الناس يخطئون في هذا الأمر، لما يصيبهم كرب أو هم أو حزن يلجأون إلى العباد أو إلى الطبيب أو إلى فلان أو علان أو إلى ولي من أولياء الله عز وجل، فيطلبون منه الشفاء والدعاء،
وهذا خطأ كبير، وإنما يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. لأن الإنسان لما يصيبه هذه الأمور فيلجأ إلى الله عز وجل، فهو الشافي وهو الباري وهو كل شيء، وهو الذي ينفع ويضر، أما سواه فهم عباد لا يضرون ولا ينفعون. اللجوء واللجوء إلى الله عز وجل ليس للإنسان وليس للعبد، لأن العبد ضعيف لا يقدر الإنسان أن يلجأ إلى الإنسان، فيلجأ إلى الخالق الذي هو خلقه، والعبودية إلى الله عز وجل لا لغيره. اللجوء لغير الله يسمى شرك، شرك بالله سبحانه، والشرك لا يغتفر. الإنسان حتى لا يقع في الشرك لابد أن يبتعد عن اللجوء إلى البشر، اللجوء إلى البشر لا يكفي، يعني نلجأ إلى العلماء في الأمور التي نستشير فيها العلماء لفهم الدين، أما المصيبة وكذا فالعودة إلى الله عز وجل. نعم، يتخذ أسباب الإنسان لما يصيبه مرض مثلا فيلجأ إلى الطبيب، ولكن قبل كل شيء يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل حتى يشفيه والله عز وجل. فهذا سيدنا أيوب عليه السلام، فلما قد ذكر الله عز وجل قصته في القرآن فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لأن أصلا لما أصابه الضر لم يلجأ إلى بشر أو إلى ولي من أولياء، وإنما لجأ إلى الله عز وجل فشفاه الله تبارك وتعالى من هذا المرض. شكرا للزميلة زياني على هذا الاستطلاع. شيخنا محمد قرومي، لابد لنا من الحديث أيضا عن مشروعية الاستعانة وأدلتها من الكتاب والسنة النبوية المطهرة. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يعني أتمم ما ذكره الشيخ قبل قليل ويتحدث عن الاستعانة والاستدلال بفاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، أن ضمير هذا إياك ضمير المخاطب إنما ورد مقدما عن الفعل، يقول أهل اللغة للاختصاص، بمعنى لا يعبد إلا الله. لما تقول إياك نعبد معناتها أنت لا تعبد غيره. نفس الشيء التقديم والتأخير له أهميته. نعم، في اللغة العربية، من بين يعني أدواتها هو الحصر. يعني نعم، هو الحصر. نعم، الحصر والاختصاص والتأكيد. الحصر والاختصاص والتأكيد، هذه ثلاث معاني تذهب في ضمير المخاطب. أنت لما نقول لك إياك أقصد بمعنى راني معاك وليس مع غيرك. هذه نقولها في الأمثلة التي نضربها لتبيين المعنى للطلبة. إذن في الآية فيها توجيه للمسلم أنه لا يعبد إلا الله تعالى، وفيها توجيه للمسلم أنه لا يستعين إلا بالله، لا يستعين بغيره. لكن هناك إشكال يعني يطرحه بعض الباحثين، وهو أن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون فيه معنى الاستعانة، أنا أستعين بك وأنت تستعين بي، وأنا أعينك وأنت تعينني. إذن كيف نوفق بين إياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الله تعالى لا يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه. إذن لابد أن نوضح هذا المعنى. ابن القيم رحمه الله وهو يتناول هذا الموضوع يقول بأن العبادة لا تكون إلا لله، هذه لا خلاف فيها. أما الاستعانة فقد تكون الاستعانة بالله وهي الأصل، وقد تكون الاستعانة بالإنسان فيما كان قادرا عليه، أو فيما دخل في ما قدره الله عليه. نشوف للمعنى وصل ولا لا؟ وصل المعنى، ولكن مثال حتى يتضح المقال. نعطي مثال. أنت لما تروح للإنسان تريد أن ترفع من مستواك العلمي
نعم. تروح الإنسان متخصص في مجال من المجالات تقول له أريد أن كذا كذا يعينه، تقول له أعني أعني في هذا الجانب، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. ده هذا داخل في مقدوره، هذا يدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا ذهبت إلى إنسان ليس في مقدوره كما جاء في قول الله عز وجل إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل في استطاعة الإنسان هذا النمرود هذا الذي تكبر وهذا كذا، هل في استطاعته أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أنا يقدرش. وبالتالي فهذا طلب منه شيء، سيدنا إبراهيم عليه السلام قصد التعجيز، وحتى يبين لنا بأن الله على كل شيء قدير وأن هذا المخلوق لا يستطيع فعل ما لم يقدره الله عليه. ولذلك نجد في بعض الأحيان أن الله يمكن للجن بأن يفعلوا أفعال حين ظهر لنا أفعال يعني خوارق، لكنه من تقدير الله عز وجل للجن أن يفعلوا ذلك، فهذا يفتن به ضعفاء الإيمان، ضعيف الإيمان يفتن. ولهذا قال الله عز وجل وهو يحدثنا عن هذا المعنى معنى الاستعانة، يقول لنا سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين. استعن بالله واصبر على الابتلاءات واصبر على الإغراءات واصبر على البلايا التي تسقط عليك، لأن الصبر يكون صبرا على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله سبحانه عز وجل. فأنت لا تستطيع أن تحقق الصبر اللي هو الأمر الثاني إلا إذا حققت الأمر الأول وهو الاستعانة بالله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أحد المعاني، يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأيضا في الحديث والحديث الذي ذكره كيف يفهم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا يصب في المعنى الحقيقي للاستعانة. نعم. فأنت إذا سألت الله عز وجل فإنك تخليت عن كل مسؤول آخر، فتسأل الله وحده، تقر بوحدانية الله تعالى وتجزم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من معاني لا إله إلا الله. نعم. من معاني لا إله إلا الله أن تعتقد اعتقادا جازما بأن له لا نافع ولا ضار إلا الله، فأنت تلجأ لله عز وجل. أما اتخاذ الأسباب، وهنا يأتي التوكل، أما اتخاذ الأسباب هذا فمن صميم عقيدتنا، من صميم عقيدتنا أعقلها وتوكل. وسنفصل في هذا الموضوع بعد نعم. قليل، والفرق بين الاستعانة والتوكل و أخذ بالأسباب، كل هذه الأمور إن شاء الله سيأتي دورها. مشكور شيخنا. حبيت نأكد نعم. فقط على الحديث لو سمحت. نعم تفضل. الحديث شيخ. الذي استهل به نعم. أستاذ عبد القادر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احرص على ما ينفعك. هذا داخل في باب العبادة، فأنت إذا حرصت على ما ينفعك فأنت تعبد الله تعالى بأن تنفع نفسك وتنفع غيرك. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. فأنت إذا نفعت نفسك تعدى النفع إلى غيرك، فإذا نفعت نفسك بالعلم فإنك تنقله إلى غيرك، إذا نفعت نفسك بالاستغناء عن طريق تجارة وغيرها فإنك تنفع غيرك مما نفعك الله به. احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، بمعنى وأنت تحرص على ما ينفعك لا تعتمد على الأسباب التي اتخذتها، وإنما توكل على الحي الذي لا يموت. نعم. يعني هذا باختصار. نعم إن شاء الله سيأتي تفصيله بعد قليل. بارك الله فيك. مشكور شيخنا محمد قدومي. سيدنا أحسن شيرود، نتكلم عن الاستعانة بالله، فمتى تكون الاستعانة بالله يعني واجبة ولازمة؟ هل تكون في الصواء والضراء أم في ساعة المحنة والشدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا للشيخين الكريمين على هذا التوضيح والبيان، ولكن أجازوا أفاد شو ما حد يقول لك ما زلنا نفصل يعني اتضحت الرؤية. خلينا نطول الجو شوي باش المشاهد يعني ما يروحناش يمنا يمينا ويسارا. هي الاستعانة بندخلوا يعني واضحة ديركت، هي أن تطلب العون من الله، تطلب فيما يعجز فيه الإنس والجن، الشيء الذي يعجز عنه الإنسان الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا يعجز فيه غيره، هذا الذي يستطيع أن يؤدي يوفر لك هذا الأمر هو الله عز وجل، كجلب منفعة ودفع مضرة. كان جلب المنفعة لا يستطيع لا الجن ولا الإنسان يعطوك هذه المنفعة ولا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، كما ذكر الشيخ في حديث ابن عباس في الآخر يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان دوما هو يطلب الإعانة من الله عز وجل في أمر يعجز عنه الناس، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ابن القيم يقول في هذه الكلمة اللي هو دوما يتعبد بها الإنسان في صلواته المفروضة أكثر من 16 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، ويعاد الله عز وجل أي لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا نستعين في أمور حياته الأخرى الدنيوية والأخروية إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فشؤون الإنسان التعبدية لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا يصرفها لغيره سواء من الجن أو من ملوك الدنيا أو من غيرها. يقول ابن القيم أسرار التوراة والإنجيل والزبور استودعها الله عز وجل في القرآن الكريم، وأسرار القرآن كلها استودعها الله عز وجل في الفاتحة، وأسرار الفاتحة استودعها الله عز وجل في إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا ألف كتابا منازل مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيك. فالعبادة معروفة لا تصرف لعمر ولا لسعد ولا لجن ولا لأي إنسان مهما كان، فالعبادة أمر توقف لله تبارك وتعالى. فقالوا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، هذه هي العبادة، كل حاجة يحب ربي وأمرك بها. فابن القيم واصل كذلك في تفسير هذه الكلمة، والقول الاستعانة تنقسم إلى قسمين، يعني نعرف الاستعانة بثلاثة، بالخضوع والتذلل، وبالاعتماد وبالثقة. يعني الإنسان ممكن تعتمد على إنسان لكن لا تثق به، نعتمد نقول لهم بعض الناس يقول لك أنا اعتمدت عليك لكن ما اشتاق فيه حققها لكم 100%، ممكن عاجز، ممكن نثق فيه لكن لا نعتمد عليه، يقول لك انت نثق فيك توفر لي او تعاوني لكن ما كش الاعتماد 100% عليه. من الذي يستحق ان نثق فيه ونعتمد عليه ونخضع اليه؟ هو الله تبارك وتعالى، ثقة تامة المطلقة في الله، واعتمادنا المطلق بالله عز وجل، وخضوعنا وخشوعنا وركوعنا وسجودنا لله تبارك وتعالى، خشوع مطلق لان الله يحقق كل شيء. أما العبد العظيم الضعيف فلا. تكلم الشيخ محمد على بعض الأصناف عن الناس وكذا وما إلى ذلك بورك فيه، لكن لابد أن يفهم مشاهدا الاستعانة لما نستعين بالله عز وجل كما سألني السؤال الأول في الأمور الذي يعجز عن الإنسان. قد نستعين برجل نقول ماذا أحمل معي متاعي، شيل عليه كما يقولوا المصريين، أتيني بحاجة، هذا مستطيع في الإنسان في مقدوره، لكن فيما لا يستطيع فيه الإنسان فلا يجوز لنا نستعين به أبدا. نستمد على واحد على عجوز في الطريق نبين لها الطريق نمرها في الطريق، هذه استعانت بماذا؟ رجل عاجز استعان برجل، أو المريض استعان بمن هو الصحي وأقوى منه يدي إلى مكان إلى مصحة أو إلى مكان ما. نضرب أمثلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة وجاءت في الصحيحين، صاحب الخشبة كل الناس بلك يعرفوا مشاهدي. رجل استقرض الرجل مالا 1000 دينار، رجل معوز في بلاد انقطع به السبل، جاء واحد إنسان فيه الخير قال له أقرضني مالا 1000 دينار. قال ومن أين الشاهد؟ قال ما عندي حتى واحد الذي نجعله شاهدا بيني وبينك والله. قال خلاص، واحد يقول لك لوجه الله خلاص كفى بالله كفى بالله شهيدا.
قال اجعل اين كفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. هو ربي شاهد هو يكفي الامراض سبحانه وتعالى. فاعطاه. اتفقوا في موعد ما ربع اشهر او شهر وما الى ذلك بينهم نهر عظيم. فلما انتهى الاجل جاء الرجل بالمال يسدد الدين، وجد كانت الامطار والاعاصير والامواج وما الى ذلك، لا قوارب ولا سفن يحملونه للضفه الاخرى حتى يعطي الامانه يسدد الامانه الى الدين الى صاحبه. فلم يجد شيء، انتظر اي وسيله فلم يستطع شيء. فجاءت في ذهنه فكره، قال اتي بخشبه فشقها وجعل الاموال فيها، لفهم وجعل الاموال فيها وكتب في رقعه الرساله الى صاحب هذا المال. ثم ألقاها في هذا النهر وقال يا ربي، الرجل أول ما سأل أين الشهيد فقلت والله الله شهيد بيني وبينك، فجعلتك شهيدا وجعلتك كفيلا. فقال يا ربي بما أني جعلتك شهيدا وكفيلا فأستودعك هذه أن تبلغ الرجل إياها، تبلغ هذا الأمانة. قال يقول بغيت هذه الخشبة تشق الأمواج حتى إلى الضفة الأخرى. فالرجل يترقب الرجل بسفينة بقارب ما، فلم يجد، فالتعب يعني والمطر والرياح والعصير فلم يرى شيء، وعاد ينصرف فخشبة أمامه على ضفة الماء، فقال أخذها لأتدفى بها، روح طيب بها فطوري وشاي والسلام. رجل ممكن ما عندهش كلمة، ممكن لا يفيد بوعده، ممكن مستحيل، وهذا في هذا الجو المتلاطم. أخذ، فلما أمر الزوجة أن تأتي بالفات ضرب شأن فتحت شقت هذه الخشبة وجد المال ورقعة فيها أنا صاحب كذا وكذا. من الذي أدى هذا الأمر؟ هو الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي الله تبارك وتعالى لما خرج مع حواريه عن قبضة فرعون أوقفهم أمام البحر، فلما سمعوا فرعون خرج بجيش عرمرما عظيما قالوا يا موسى العدو أمام البحر أمامنا والعدو من خلفنا، أين المسلك والطريق؟ أنت قدام البحر، لا قوارب ولا سفن، كيفاش نديروا؟ احنا اتبعناك ثقة بأنك نبي، ثقة أنك الذي أرسلك هو الله عز وجل، استعنت بالله تبارك وتعالى، مشينا على هذا الأمر. أين المخرج الآن؟ ومستحيل ضرب من الخيال، شوف العدو البحر يتلاطم متلاطم أمواج، لا قوارب ولا سفن، العدو مدجج من ورائهم. يعني الإنسان المؤمن إن لم يهو في هذا الملجأ يلجأ به ويستعين بالله تبارك وتعالى فلا ملجأ للإنسان. فقال موسى عليه السلام بعدما بلغت الغلوب الحناجر والخوف الشديد والرعب من فرعون قال كلا إن معي ربي. هذه الاستعانة الحقيقية في الشدائد، لا تجد أحدا، ممكن يذهب عنك القريب والبعيد والصديق، ممكن الرجل يبتلى بأمراض كبيرة لا يجد من يتحمل مرضه، حتى الزوجة حتى الآب حتى الأولاد، لكن في هذا الظروف لا ملجأ لك إلا الواحد الأحد الذي أرى إذا أراد شيئا يقول لا كن فيكون. تخيل إبراهيم عليه السلام وهو يلقى بالمنجنيق. وسنأتي لهذه الفوائد والقصص الجمة عن سيرة السلف الصالح وعن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كيف كانت حقيقة استعانتهم بالله تعالى. مشكور شيخنا حسن على هذه الفوائد الجمة. أستاذنا عبد القادر حيدة تكلمنا عن الاستعانة ومفهومها وأدلتها وما تتكون، فما هي فضائلها، فضائل الاستعانة بالله تعالى؟ نعم، قبل أن نجيب لابد أن نأخذ أيضا قبسا ولو قليلا من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل التفسير لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ والأولى أن تطلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى على العمل ثم يأتي العمل. قال وكأنه يقول سبحانه وتعالى أنك شرعت في العبادة بتوفيقي وأنا أعينك على تمامها بعوني. سبحان الله. ولا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. من هنا نجد أنه لا بد من حصر وتخصيص كما ذكر المشايخ الاستعانة من الله سبحانه وتعالى وعدم إشراك المخلوق فيها، إلا كما يستثنى وكما يذكر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف كان سؤالك؟ فضل الاستعانة. نعم، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تجعل العبد دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي من أكبر ثمرات الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أنها ترجعك إلى مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنك كل
ما طلبت فيه العون من غير الله سبحانه وتعالى فيما يكون في مقدور المخلوق إلا أن قلبك مليء بمراقبة الله سبحانه وتعالى وأنك تعبده سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يعينك على كل شيء وأن العبد الذي أعانك في أي شيء هو مسخر لك. ولذا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى عندما ذهب إلى الطائف بعد وفاة السيدة خديجة وأبي طالب اللذان كانا سندا متينا له في تأدية رسالة ربه. بعد وفاته ما اشتد إذاء قريش له فذهب إلى الطائف يستنصرهم يطلب منهم النصرة. وهذا الذي كان يدور في ذهني هل يتنافى هذا مع الاستعانة؟ إيه لا يتنافى على الاستعانة بما سنذكره من أمثلة بما أن ما ذكرناه في المدخل وأردت يعني أن يكون يعني بمثابة القبس أو بمثابة الأصل هو أنها من أعمال القلوب. إذا كان قلبك عامرا بثمار الاستعانة وأنك عبد لله سبحانه وتعالى وأن أعظم مقام يجعلك الله سبحانه وتعالى فيه هو أن تكون عبدا له سبحان الذي أسرى بعبده ونبينا صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختار أن يكون نبيا ملكا. وبالتالي نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى في منهج من مناهج سنته أن الاستعانة والاستنصار بغير الله سبحانه وتعالى فيما يكون في مقدور المخلوق لا يعد من باب الشرك. وهذا الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون يفهمه المشاهد لا مجال للتخويف في قضية طلب الاستعانة من غير الله سبحانه وتعالى فيما للمخلوق يد فيه ليس من قبيل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ذهب إلى الطائف يستنصرهم ألم يعلم أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم هو صلى الله عليه وسلم أن الله هو ناصره ولكن لابد أن يتخذ الأسباب في ماذا؟ في تأدية رسالة ربه. فذهب إليهم فرده ردا قبيحا كما هو معلوم في السيرة. ولكن انظر سألتني أخي نوفل عن ثمار الاستعانة وقلت أنه من ثمارها تحقيق وامتلاء القلب بمعاني العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كل تلك الأميال يذهب إلى الطائف ويردوه ويدمو قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد ذلك يجسد معاني العبودية لله سبحانه وتعالى وأن قلبه ممتلئ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى ناصره. ولكن يتضح هذا المعنى وهو ثمرة من ثمرات الاستعانة في الدعاء المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله سبحان من آتاه جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم. مشكور شيخنا وناخده أول مكالمة مع محمد صغير من ورقلة. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تحية للضيوف اللي معاك ولكل المستمعين وكل المتصلين الدائمين إن شاء الله. آمين يا رب. كما يقول الأخ نوفل فيه واحد القول في واحد الحديث على ما أظن يقول لك عن الإنسان في معنى الحديث يجب أن تكون ثقته بالله أكبر من ثقته في شيء في يده يعني في معنى الحديث. نعم. وعندنا هنا واحد الكلمات نستعملوها في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. في نظر صلاة العيد كما قلوا يقول المأموم اللي راح يعني أم يقول استعينوا بالله فإن هذه صلاة العيد سنة يعودها ثلاث مرات استعينوا بالله فإن هذه صلاة العيد سنة هذه واحدة من العادات الموجودة عندنا. أنا نفتح واحد النافذة أخنوف اللي ربما الشباب نتاعنا اليوم ما فيش هذاك الاستحضار نتاع المعية نتاع الله تعالى في كل الأعمال نتاعنا والله في قضاء حوائجنا. يعني مثلا تلقى انسان مثلا باش يبحث على عمل ولا مثلا كما كان يتكلم الشيخ مثلا تعم به بلوى او كذا ولا ما كانش هذيك الفسحه نتاع الصبر وبالتالي تلقى الثقه نتاعو في الله يعني ضعيفه. كما قلت لك المعيه نتاع الخلق عز وجل اليوم عند الشباب نتاعنا ربما شويه يعني ما كانش مثلا يعني الكلمات هذيك اللي ربما نضنا عليها احنا قال مثلا ربي يعاونك كما يقولوا اصبر الى اخره. هذا العبارات هذه الشباب نتاعنا ما يستحضروهاش في الكلام نتاعهم وبالتالي تلقى معلق ربما المصير نتاعنا بشخص ولا باشخاص. وكما قلت لك المشكل نتاعنا الاستعانه بالله ما كانش هذاك المجال نتاع الصبر
معناها باش يقضي مثلا حاجه، ولا مثلا تعم به مثلا مرض، ولا مثلا يطول ما يكونش عنده عمل، تلقاه معلق يعني المصير نتاعو باشخاص. وشكرا. بارك الله فيك، مشكور خويا محمد صغير على مداخلتك الرائعه كعادتك دائما. من ورقله الى العاصمه مع احمد. السلام عليكم. السلام عليكم اخي نوفل. اهلا وسهلا، جمعه مباركه اخويا احمد. جمعة مباركة لكم ولشيوخنا الأساتذة الأفاضل، حياكم الله. الله يحييك. بارك العام من أكثر هذه الأمسية أخي نوفل. الله يسلمك، الله يبارك فيك. شوف احنا يعني في كل صلاة نقرأ الفاتحة أخي نوفل. نعم. لما نقرأ الفاتحة يقول الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة إلا بالله الواحد الأحد لا شريك له. ولا يستطيع الإنسان يستعين بأي حاجة بأي شيء في هذه الدنيا إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مما يجعل الله او يجعل السله مرتبطه بينه وبين ربه للاتكال على الله، والله لن يضر اي شيء في هذه الدنيا. شوف الله سبحانه عز وجل اخي يقول في سوره الرحمن: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الا تنفذون الا بالسلطان. السماء له والارض له وكل الملكوت له، ما علينا الا بالاستقامه والتضرع الله سبحانه وتعالى والاستعانه به. صح. هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك المسلمين. نعم. أنت أخي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وشكر لكم وفقكم الله يبارك فيك. ما يقولون في هذا الموضوع. الله يسلمك، شكرا لك خويا أحمد، وشكرا دائما على اتصالك ووفائك لبرنامج مفاتيح، ومن خلالك لكل أوفياء هذا البرنامج تحية عطرة نزفها إليهم في هذه الجمعة المباركة. إذا شيخنا مشكور عبد القادر حيدة على هذا التفصيل الرائع في ثمار الاستعانة بالله تعالى. ومن خلالك أنتقل إلى شيخنا محمد قرومي. أنا كنت سأتكلم هل يتنافى الأخذ بالأسباب مع الاستعانة، ولكن مكالمة أخونا محمد صغير من ورقلة استفزت في حديث على الواقع حتى نقترب للواقع كثيرا. حالنا اليوم لما ترى أنت إنسان، أين نحن من استحضار هذه الاستعانة بالله تعالى؟ استحضار المعية. نعم أولا. استحضار المعية واستحضار الاستعانة. لما ترى الإنسان تهدى يمد رشوة، يخدع، يكذب، ينافق، يراوغ، يبيع أصحابه في العمل، يدير أمور غير أخلاقية. نعم. أي أين هي الاستعانة بالله؟ أين هو استحضار؟ لا يستعين بالله إلا من حقق عبوديته. اللي حقق العبودية يستعين بالله حق الاستعانة. الذي لم يحقق العبودية، لأن الله ربي في القرآن الكريم سبق العبادة على طلب العون، على الاستعانة سبق العبادة على الاستعانة، وبالتالي وجب على كل عابد أن يحسن طلب العون من الله تعالى. الآن ما ذكره الأخ محمد صغير وهو غياب الثقة، بل غياب معية الله. لما نسمع سيدنا موسى عليه السلام وهو يقول لما قالوا له أصحابه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ثم يعني نطقت الثقة بالله واليقين بأن العون من الله تعالى، قال كلا إن معي ربي. معية الله تعالى حاضرة في قلب سيدنا موسى عليه السلام، لكن هذه المعية تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى فعل، تحتاج إلى رسالة، تحتاج إلى دعاء. هذه المعية أنت تجسدها من خلال الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شكى أحد من الأرق، الأرق وهو ذهب النوم سهاد كما يقال، أول حاجة يفكروا فيها الناس في الوقت الحاضر يقول لك راح نشوف طبيب نفساني، نشوف طبيب نفساني يعني مباشرة. قال شوف طبيب نفساني يقول لي مش ترقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نوع من العلاج وهو الاستعانة بالله سبحانه وعز وجل،
اللهم أنم عين، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، اللهم أنم عيني وهدئ ليلي، يا حي يا قيوم أنم عيني وهدئ ليلي. شوف أنا 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 الآن يعني استحضر نفسي في مكان المشاهد. نعم. مشاهد الآن راهو يقول له كان يعاود هنا الشيخ قرومي. معليش نعاود لهم الدعاء هذا. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، يا حي يا قيوم أنم عيني واهدئ ليلي. ها غارت النجوم وهدأت العيون، يا حي يا قيوم أنم عيني واهدئ ليلي. من يملك العين؟ سبحانه الله هو الحي القيوم سبحانه عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الذي يملك النعاس، بل جعل النعاس أمانة منه سبحانه وتعالى حتى في الجهاد. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه سبحانه عز وجل، إذن يعطيك النعاس لكي يحفظك لكي يحميك، فأنت في في خضم هذه الدنيا ومشاكلها وكذا مكالمة؟ لا ما فيش مكالمة، لأنه احنا تكلمنا على الشق هذا، أنه الإنسان هذا وهذا من ثمرات والإشارة التي ابتدأ بها شيخنا عبد القادر حيدة مهمة جدا، لأنه المسألة كما قال لك يا خيط رافيع، لأنه المسألة العبادات القلبية هي عبادة صعبة. قلبية تحتاج إلى ترجمة سلوكية، العبادة تنطلق هو أنا أوافقه لما يقول هي عبادة قلبية، نعم هي عبادة قلبية، لكن تظهر آثارها سلوكا أو لفظا. أنت لما تسافر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء السفر، انت لما يجي راح تسافر واش تقول؟ بداية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بمعنى تعظم الله تبارك وتعالى في سفرك، وكأنك تقول يا الله فأنت الأكبر احفظني من كل ما سواه أو ما هو دونه، ثم تقرأ دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تقرأ دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة والخليفة في الأهل والمال والولد، والمال والولد. ما معنى أنت الصاحب في السفر؟ أنت تستصحب معية الله في سفرك، أنت لما تمشي أولا سفرك سفر طاعة مدام صاحبك الله تعالى في سفرك، اللهم أنت الصاحب في السفر، فتستحضر معية الله طول سفرك فلا تفكر في المعصية إطلاقا. ويتجسد هذا المعنى جيدا لما يسافر الإنسان طائرة. لما يكون في البر يمشي بالسيارة تاعه ضعف الإيمان يخليه يعتمد على قوة السيارة، لكن لما يكون بيسمه وهو في طائرة مهما كان حجمها فهي لا تساوي شيئا أمام ملك الله تعالى والفضاء الواسع، فبالتالي تولي تشوف روحك أنت ورقة في السماء، مصيرك لا أقول بين يدي القبطان قبطان السيارة الطائرة، لكن مصيرك تولي تعتقد بأنه بين يدي رب العالم. حتى لأنه عندنا تقرير حول موضوع والفرق بينها وبين التوكل، فرق بين الاستعانة والتوكل. شوف الاستعانة وليدة اليقين في الله تعالى، فأنت إذا استيقنت بأن الله ربك واستيقنت صفات الله عز وجل تصبح تعتمد عليه وتتوكل عليه، تعتمد عليه بمعنى تستعين به وحده، والتوكل يجعلك تتخذ الأسباب. ربي اجعل سنن كونية، اجعل سنن كونية في الكون هذا، اجعل من السنن أن الغلب للأقوى، فأنت من باب السنة ومن باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تسعى لتحقيق القوة، القوة العسكرية والقوة الإيمانية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة الإعلامية، هذا كل أنواع القوة يدخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لما يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا داخل في صميم اتخاذ الأسباب وهو من التوكل على الله تعالى. أنت لما تجي تقول لي أنا توكل على الله تعالى والقوى الكبرى والقوى العظمى كلها مدججة بأنواع السلاح التكنولوجي والسلاح العلمي والسلاح كل أنواع السلاح موجودة عندها، وانت تقول لي أنا أتوكل على الله وانت البرا ما صنعتهاش، أين التوكل على الله؟
هذا لعب. إذن هناك فرق بين التوكل والتواكل. التوكل الناتج عن الاستعانة بالله تعالى هو الذي يثمر احترام السنن الكونية لدينا جميل. حتى نكون في نعم. مستوى الصراع نعم. هذا الحضاري في المجتمع. بارك الله فيك شيخنا محمد قرومي. مشاهدينا الكرام لنا ورقة عن موضوع الاستعانة عدتها لنا زميلتنا زاهية هني، لنشاهد هذا التقرير ثم نعود لمواصلة ما تبقى من موضوع الاستعانة بالله تعالى والنقاط العديدة التي لا زالت ربما عن الاستعانة بغير الله تعالى ومتى تكون منافية للسنة ونقاط عديدة إن شاء الله. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. اللهم بصرنا. الاستعانة بالله من أهم الأسباب التي تسهل حركتنا وتيسر نيلنا لرضوان الله تعالى ومحبته. الإنسان في صلاته يقول إياك نعبد وإياك نستعين أكثر من 17 مرة في الصلاة، والاستعانة هي طلب العون من الله تعالى وطلب العبد الضعيف من رب قوي جبار. والذي يطلب العون من الله لا شك أن الله تعالى سينصره ويكون معه. والاستعانة بالله عز وجل هي غاية كل موحد الذي يرجو الله تعالى والدار الآخرة. والاستعانة أقسام، فهناك من يستعين بالله عز وجل، وهناك من يستعين بغير الله عز وجل، وهناك من يستعين بالله عز وجل لكنه استعانته بالله عز وجل ناقصة فيشرك فيها المخلوقين فيقصد المخلوقين في استعانته. حتى الخطيب في خطبته يبتدئ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ كما في الصحيحين أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك، وأعادها عليه 3 مرات. فقال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان محتاج إلى الله تعالى في ذكره، في شكر الله عز وجل يحتاج إلى أن يعينه الله تعالى على شكره، وكذلك في العبادة يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل. هناك من الناس من يعتقد أن العباد يستطيعون إعانتها، وهذا جهل كبير، فما حكمه؟ هناك استعانة شركية، كأن يستغيث بغير الله عز وجل ويستعين بغير الله على مخلوق ليس له القدرة على شيء، كأن يطلب من العبد شيئا لا يقدر عليه كإحياء الموتى أو يعطيه ولدا أو يدخله الجنة، هذا من الاستعانة بغير الله الذي لا يقدر عليها المخلوق. وهناك استعانة بالميت الذي انقضى عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. وأخطر الشرك أن يعتقد في الإنسان النفع والضر من غير الله عز وجل. وقد ذكر العربي تبسي رحمة الله عليه في كتابه الشرك ومظاهره أن هذه ظهرت بسبب الاستعمار الفرنسي، وقد بين ذلك البشير إبراهيمي في مقالات كثيرة أن الذين أرباب الأضرحة وجدوا في زمن الاستعمار، وكانت الغاية من الاستعمار الفرنسي الإكثار منها لأنها كانت تخدمهم لمآربهم وأخذ أموال الناس بالباطل، ويعني أشياء كثيرة كانت تريد فرنسا أن تنتشر في الجزائر حتى يسود الجهل والخرافة والدجل. الاستعانة بالله تجمع الثقة بالله والاعتماد عليه واليقين بالاستجابة والنجاة. واحفظنا من مكائد وكلاء الشيطان. مشكورة زميلة على هذا الروبورتاج التي أعدت لنا زميلتنا زاهية هني حول هذا الموضوع. سيدنا وشيخنا عبد القادر حيدة،
نتكلم عن الاستعانة بغير الله تعالى. استعانة بغير الله تعالى، هل الإنسان يجوز أن يستعين بغير الله تعالى؟ نعم، يعني فيما ذكرناه وفيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني دائما إذا كان القلب مليء بهذا العمل القلبي الذي هو الاستعانة، لك أن تستعين بالمخلوق فيما هو في قدرة المخلوق. نعم، والله لأن نجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. صحيح، معنى أن مخلوق يعاون في مخلوق. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. معناها المنفس في الأول من هو المخلوق، نفس عن المخلوق. ولكن دائما نرجع إلى حقائق الأمور، المعين حقيقة هو الله، والنافع حقيقة هو الله، والضار حقيقة هو الله، والمعين حقيقة هو الله، ولا شيء سوى الله. ولكن تتحقق الأسباب كما ذكرنا في قصة سيدنا موسى، إن معي ربي سيهدين، ثم أمر وقال فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته اتخذ كل الأسباب، وهو الذي يعلم معاني عون الله سبحانه وتعالى له، والله يعصمك من الناس، ولكن خرج مختبئا إلى غزوة واختبأ في غار حراء. ولكن انظر يعني الثمار بعد ذلك تظهر في الشدائد أكثر، واستعان بأعرف الناس الصحراء عبد الله بن أريق وإلى غير ذلك، كل الأسباب هيئت. ولكن بعد ذلك انظر لما يعني يصل الأمر إلى أن يصل الكفار إلى منتهى أثر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ إلا تنصروه فقد نصر الله. في الأول كان يذهب إلى الطائف يستنصرهم، والآن إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود يقول لو لو نظر أحدهما إلى قدمه لرآني. نعم لرآني يعني. ولكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعينا بالله سبحانه وتعالى في المعنى القلبي. وإلا فكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، والله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكر الشيخ محمد قبل قليل أنه يطلب منا الاستعانة بماذا؟ بالصبر والاستعانة بالصلاة، أليس كذلك؟ صح. هل نقول أن هذا من باب الشرك إذا كان استعان الإنسان بأعماله الصالحة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي في الحديث والأبيات التي ذكرها الأعرابي، أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي على الطفل، حتى يقول في آخر بيت الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالتوحيد، هو الذي يفرق بين ما يطلب من الله وما يطلب من العبد. فما أنكر عليه، لم ينكر عليه، بالعكس حمل رداءه يجره وصعد المنبر ورفع يديه إلى السماء فانجاب السحاب إلى المدينة المنورة، حتى جاء في الأسبوع المقبل يا رسول الله الغرق الغرق. إذن محل الشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد وهو يعرف الشرك من غيره، أن يقول له الله سبحانه وتعالى يقول فروا ففروا إلى الله، لماذا تقول ليس لنا إلا إليك فرارنا؟ ومعاني الاستثناء ماذا؟ التخصيص والحصر. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الفارق الذي يعني يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس، وليس هو ذلك، ليس ذلك هو المقصود. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال يا رسول الله، عندما أحضر له وضوءه وحاجته فقال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، لماذا لم يقل له سل الله؟ قال سل لي أنا. هل معناها أن إذا سألت فسأل الله؟ ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان العادي، الإنسان العادي إذا وصل إلى منزلة يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت كذا وكذا، إلى أن يقول فإذا وإن سألني لأعطينه وإن استعادني لأعيذنه. وبالتالي تذهب إلى الرجل صالح وأنت في شدة وتقول أدعو الله سبحانه وتعالى لي، لأنك تظن أن الله سبحانه وتعالى أنه مجاب الدعوة، وبالتالي إذا رفع يديه بالدعاء فإنه يجيبك، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك. وهذه الظاهر استعانة بالله، استعانة بغير الله سبحانه وتعالى، وفي حقيقتها استعانة بالله سبحانه هذه وتعالى. هذه ليست استعانة بغير الله، هذه بطبعة الحال هذا هو المقصود، هذا دعاء، دعاء المؤمن لأخيه عن ظهر الغيب، هذا مشروع. قبل أن أمر لشيخنا شيرود سأكمل الجزئية، نعم تكمل الجزئية وسأضيف لك جزئية أخرى، وفي حالة يعني هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد التحاقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم،
هل يبقى التوسل أو الاستنصار أو طالب بالغوث من النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا مبحث في التوسل أخي نوفل، ولكن جاء وذكر كثير من العلماء وصحح كثير من العلماء قضية العربي، وذكرها الحافظ ابن كثير في قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبالتالي جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقال سمعت الله سبحانه وتعالى يقول الآية وقد جئتك مستشفعا مستغفرا للنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبه النقاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأنا مرأة من الصحابة الكرام رضي الله من العلماء وعلى رأسهم الإمام العتبي الذي نص على هذه الواقعة وذكرها كثير من المفسرين ومن الحفاظ كثيرة في الكتب. يقول فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدرك الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. الصحابة الكرام فيما ذكره الحافظ ابن كثير في معركة اليمامة كان شعارهم ومحمداه، وسيدنا خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة قط قال إنما جعلت شعرة من شعار النبي صلى الله عليه وسلم. قضية ذلك الرجل الذي كان يستأذن على عثمان بن عفان فما كان إذنه بن حنيف. نعم عثمان بن حنيف نعم. هذا هو مبحث من مباحث التوسل أخيرا يدخل في هذا المعنى الذي ولكن نحن مسألة خلافية تثير أحيانا الكثير من ولكن لا نريد فقط الإسلامي. أخي نوفل أن توصل الأمة أن يترامى بعضها بعض بالشرك، لأن مبحث التوسل هو مبحث فقهي ليس مبحث عقائدي. هذا الذي أريد منكم جميعا أن توضحوه شيخنا أيضا قولك في الاستعانة فقط. نعم تفضل تفضل شيخنا. في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإمام والهيثمي في مجمع الزوائد عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون كل ما يسقط من نوى الشجر، فإن كان أحدكم بأرض فلات وعصابته عرجة فليقل يا عباد الله أعينوني. وبالتالي دائما نرجع الحديث الدالة على أن طلب العون من غير الله سبحانه وتعالى هو أمر جائز، ولكن دائما نرجع إلى الأصل هو أن الاستعانة في حقيقتها وأصلها إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. وإن طلبت العون من غير الله سبحانه وتعالى فيما يكون في قدرة ذلك المخلوق أيا كان فأنت في حقيقة الأمر ترجع إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وما هذه إلا أسباب ماذا؟ أسباب يعني ينبغي أن تجسد في الميدان كحال من يمرض ويذهب إلى الطبيب. جميل جميل رائع شيخنا بارك الله فيك عبد القادر الحيدة. أستاذنا وشيخنا أحسن شيرود أيضا رأيك أنت في هذه المسألة حتى أمر معك إلى رأيك في الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله في الشيخ على التوضيح الواضح الجميل، ولكن بعض التوضيحات أخرى فقط. نعم. وتكلمنا على تعريف الاستعانة. نعم. قلنا الاعتماد والتوكل والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. ما دمنا اعتمدنا على الله وثقنا به وخضعنا بخضوعنا وسجود لله تبارك وتعالى، هذا الاعتماد وهذه الثقة وهذا الخضوع لا يجوز لأي كان. أين المحل الذي سألت به الشيخ؟ يعني هل يجوز التوسل بغير الله وتدخل في الشرك وتدخل وما إلى ذلك؟ كثير من الناس لا يعرفون من الشرك، يعني مجرد يفهمك خالفته يرميك بالشرك والبدعة وما إلى ذلك. لكن عكس هذا الأقوال يقول لك بعض العلماء الشيء الذي لا يجوز أن تستعين بغير الله تبارك وتعالى وهي محرمة ومن الشرك في ثلاث: ألا تستعين بميت، الميت مات مهما كان هذا الميت، تستعين به لجلب منفعة ولدفع مضر، هذا ضرب من الخيال. حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي هو الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم جعلوا قبور أنبياء مساجد، إنما أنا عبد الله ورسوله. ورسول قول عبد الله ورسوله، هو الرسول عليه السلام يقول لو كنت أملك من الأمر شيء لاستكثرت من الخير. ولكن للأمانة أنا لست فقيرا، أنتم أعلموا مني، المسألة مسألة خلافية في 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 في, في النبي صلى الله عليه وسلم، في عدي بين العز بن عبد السلام والإمام الشوكاني. معليه تكون الطرق إلى الموضوع، الطرق الجزئية هي الواضحة بيفهم. ولكن احنا ما نضيعوش المشاهد حتى لا يتهم، حتى يعني أيضا بالك اليوم يشوفون هناك ناس أيضا من يعني العلماء أيضا تنقل الأمانة أن المسألة العلماء بالاتفاق الاستعانة بالميت مستحيل.
حتى بالحي، حتى بالحي في حقيقة الأمر هاني جاي حتى بالحي، لأنه إذا لم يكن القلب مليء بمعنى المعية والثقة التي يطلع الله يتعليك قلنا بالميت والاستعانة بالحي العاجز. نعم. لأن ممكن تطلب أمور لا يعجز عنها الإنسان هذا. ولذلك أحد السلف يقول عجبت لمن عرف الله كيف لا يرجوه، وعجبت لمن عرف الله كيف يرجو غيره. وأنا أعرف الله على كل شيء قدير، ولذلك لماذا نقول الاستعانة أنها بالله إذا كنت نستعين بغير الله؟ إذا استعنت فاستعين بالله، فاستعين بالله. واضح الحال، واضح واضح. النقطة الثانية بحي الحي العاجز هذا، احنا قلنا تعريفات تستعين به لنقل شيء، لعلاجك، لمرضك، لأي حاجة بمقدوره، لكن هناك غير مقدور على الإنسان يستحيل أن تلجأ. مثلا نقول الإنسان أنا الشفاء بيدك وأنت الذي تحقق الأمل، هذه من المستحيل. كذلك الاستعانة بالغائب، يعني واحد غريب ونديله يا فلان يا فلان يا فلان أعطيتك وما إلى ذلك. حتى ولها العلماء أقوال، هذه ثلاثة العلماء يقول لك يستحيل أن نستعين به، ما دام نثق بالله ونعتمد عليه فلماذا نلجأ إلى غيره؟ فلماذا نعتمد على غيره؟ ولذا قلنا ممكن تعتمد على أمور، على بشر مثلك في أمور لكن لا نثق به، وممكن نثق به لكن لا نعتمد عليه، وهكذا حتى يفهم المشاهد يعني بإيجاز حال السلف الصالح. شيخنا كيف كان أنهم مصابيح الدجا ومنارات الهدى كما يقال، سلف صالح كيف كان حالهم في الاستعانة؟ وتقدر حتى وإن كان من الأنبياء ونجو هابطين نزولا إلى السلف الصالح، نبدأ بقصة من قصص وعبر قصة بسيطة يعني ممكن المشاهد يفهم منها. يقول لك كان رجلين وقف عند باب زوجة ملك، هذا الملك الملوك وقف عند زوجته ممكن يطلبوا منه حاجة وإلا تعطيه شيء تقدم بعض الشيء. فسألوا بعضهم قالوا اسأل أنت ما تريد، قالوا أسأل الله من فضله، هما عند الباب انتهى. الآخر قال أسأل فضل زوجة الملك، تعطيني من فضل زوجة الملك، نسأل ربي سبحانه وتعالى. هذا الملكة كانت تسمح وتسجل، ثم بعثت إلى الرجل الذي سأل الله دينارين، وبعث الآخر قال أسأل فضل زوجة الملك، بعث له دجاجة مشوية وفي حشتها بدنارين وضعتها له، وهكذا دولك كل يوم تبعت مثل ذلك. مرت 20 يوم أو أكثر، خرجت الذي سأل بفضل زوجة الملك، قالت هل وصلك وأغناك فضلنا؟ قال لا. قلت له دومرك 20,000 دينار دي بنبعت لك. قالها كلما تبعثي لي دجاجة مشوية أبيعها للرجل بدينارين وهو لا يعرف في داخلها المال. سبحان الله. أبعث لأن ذلك سأل بفضل الله، وهذا سأل بفضل المرأة. فقالت ويحك لقد فاز عليك، سأل بفضل الله وأنت سألت له بفضل زوج الملك، فسخرك الله للتجعل يجمع عليك المال. سبحان الله. يدي الجاجة وبيهدره، من يضرب في بعيد يضره. أنس بن مالك يقول رضي الله عنه وأرضاه من حديث السلف، قل رجل من الأنصار صحابي جليل بن ملعق معروف، كان يتاجر، رجل زاهد وخاف ربي سبحانه وتعالى يتاجر بماله، فلما وثقوا فيه الناس وصادوق وإنسان طيب وكذا كان يعطوا له أمواله يتاجر به ويأتي الأرباع ويخصم معه يدي أتعاب ويعطي حقه. قال يوم من الأيام خرجت معي الأموال الناس وأموالي للتجارة، وإذا برص مقنع يقف أمامي، قال أعطيني المال، قال خذ مالي وطعم مال الناس أنا أمانة عندي، قال لا أخذ مالك ومال من معك وأنا لا شك أسفك دمك، قال دمي لي مأخوذ المال، قال هذا جاتني نديك ونقتلك. قال أما إذا يعني ألحت علي بقطعي وثقت أنك هتقتلني دعني أصلي لله عز وجل ركعتين. هنا يضطر الإنسان أن يلجأ إلى الله ويستعين بحوله وقوته، لا تملك مع الله شيء، لا الجبال ولا الأحجار ولا البحار ولا البشر يغنوك من أمر الله شيئا. كنت خلب شي محمد على التوكل والثقة بالله القلبية والشيخ يعني، والحديث الذي جاء من عند ذكره الشيخ عبد القادر الحيدة، لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، وهذا معروف يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، المؤمن هكذا رزقك وحياتك ومماتك وكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. لا يستطيع الإنسان يقدم لك دقيقة من حياتك ولا يستطيع أن ينقص دقيقة من حياتك أبدا،
كلها مقادير الله عز وجل كتبت في الأزل. قال لا دعني أصلي لله عز وجل ركعتين، فصلى. قالوا صلي ويزرب، أنا كمل عليك. فصلى الرجل، كان في سجوده أقرب العبد لربه وهو ساجد. تخيل واحد يصلي وراح يموت، كما قرأ عليه الصلاة والسلام، كما يقول الصحابة صلوا صلاة مودع. تخيل واحد يصلي هذيك الأخرى الصلاة تاعه، يصلي بعد الخشوع واحد الوجه واحد الثقة والاعتماد بالله لا مثيل له ولا نظير له. قال فلما صلى قال قلت في دعائي، هو يقول قلت في دعائي يا ودود يا ودود يا فعال لما يريد، وبدأ يبكي بالدعاء. وعمر بن الخطاب يقول يستحيل أن يلهم الله عبده الدعاء ثم لا يستجيب له، ما دام ألهمه الدعاء لا شك أن الله قد يستجيب إليه. ثم في الآخر قال يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. قال فإذا برجل من السماء معه حرب يضرب بها الرجل فيرضيه قتيلا. قال فسلمت ورجيت الرجل قد مات وأمامه فرس أمامه بحرب. قال قلت يا عبد الله من أنت الذي نصرك الله بي؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، في دعائك الأول لما دعوت سمعت قعقع الأرض للسماء، في الدعاء الثاني رجفة، وفي الأخير كذا، فسألت الله أن أكون ناصرك فجئت فأنصرك. يعني الاستعانة بالله كما وحده سبحانه وتعالى، اتق الله ترى العجب كما نعم. كان يقول سفيان الثوري. شيخنا معنا مكالمتين حتى لا نطيل عليهما كثيرا، والمكالمة فريدة من تيبازا. السلام عليكم. السلام عليكم ابني نوفل. السلام على الشيوخ الكرام حفظهم الله وعلم مقامهم إن شاء الله. والله نحن عندما نستعين بالأئمة ونقول لهم يا شيوخ، والله إنه من الاحترام. يعني الشيخ ما معناها الشيخ؟ عندما الناس يذهبون إلى المخدرات يقول لك والله الروح مشيخ روحي، ولكن الشيوخ الحقيقيين اللي هم أهل الله سبحانه وتعالى يشيخ بهم بأمر ربي سبحانه. هذه من ذكر الله. يعني أنا نقول له الشيخ ما معناها الشيخ؟ الشيخ يدلك على الجنة، على طريق الله، على طريق المستقيم. يقول لك ربي سبحانه استعن بالله ويعني بطريق الشيوخ. يعني الشيخ يقول لك الشيخ، هذه كلمة شيخ عندها معنى كبيرة. احنا من باب الاحترام نقولوا الشيخ لانه يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ابن قول من قلد عندما يقول الانسان اللهم اجعلني في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، هذا من استعانه، من استعانه الله سبحانه، وبذكر الله تطمئن القلوب. الانسان عندما يسجد الى الله سبحانه وتعالى، مثلا انا كنا بالفجر ممكن يعني بطيئة ما نقدرش النوض، نقول له يا ربي انت المعين، أعطيني القوة بهذه الجوارح، أعطيهم القوة باش تفطنهم انت، أنا تاكل عليك. معني من باب الإنسان يتكل على ربي في جميع الأمور. صحيح. جميل. على الله. بارك الله فيك سيدة. يا ربي نتاكل عليك. عليك راني تاكلة. وهذه الاستعانة، يعني الاستعانة نتكلوا على ربي سبحانه في جميع الأمور. نعم. شكرا مشكورة السيدة فريدة من. شكرا ابني نوفل. الله يبارك فيك لأنه معنا. أو يكبر أو يتدرج. الحمد لله. نعم معنا ايضا، بارك الله فيك مشكوره وتحيه لك وعلى وفائك دائما البرنامج مفاتيح. معنا مكالمه اخرى من فرنسا، من معنا بيلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. يعني انا عندي سؤال وفي نفس الوقت اريد تدخل في الموضوع. سؤال يعني انا اشرح لكم. يعني انا في فرنسا منذ 5 سنوات. الله يبارك. الله يسلمك. يعني حاسه يعني مقصره في حق الله سبحانه وتعالى. الصلاه ما نصليها في وقتها لانه كل يوم في الخارج. اضطريت للعمل وللاسف يعني يعني تضيعي الصلاة لأنك خدامة كما يقولوا. خدامة ما يعني نخرج 6:30 ندخل على 7:30. نعم. ويعني شحال من تقصير يعني لا يرضي الله صراحة. يعني أنا مش راضي عن نفسي، فما بالك الله سبحانه وتعالى. والآن يعني أنا حامل وعرفت باللي عندي مرض سرطان. وأمي قالت لي يعني هذا نذر من عند الله. تفكري فاش عصيته
يعني انا بحاول يعني كما اراجع نفسي وادعي الله لانه الشفاء بيد الله، لان الناس تقول لي كما يقولوا احنا بالعاميه راكي في بلاد الخير وما تخافيش. لا يعني عملت عمليه من يومين، ولما كنت في هذاك البلوك اوبيراتوار قلت يعني هذو ما كلهم سبا الشفاء بيد الله. لكن سؤال فيك بركه، سؤال يعني كيف قدر يعني كما يقولوا جمعة خاط نعم مع ربي سبحانه وتعالى، يعني ما بقراءة القرآن صيامش. نعم فهم اختينا بلا، فهمناك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله يا ربي. وكل مؤمن اللي عم يسمعوا فينا يدعوا معنا في هذه الساعة المستجاب فيها الدعوة بإذن الله. هذه الساعة إن شاء الله يا ربي ومفهوم إن شاء الله. أنت كيف تكفرين ولا تعوضي على ما فاتك إن شاء الله، وهذا ما ستسمعينه من شيوخنا. شيخنا تكمل ثم أحيل لشيخنا حتى يدعي لها إن شاء الله ويدعي لكل المؤمنين. نعم إذن هي لولا نطلب الأخت هذه إن شاء الله الشفاء العاجل بإذن تبارك وتعالى. نقول إحنا نتكلم على الاستعانة، استعيني بالله وثقي فيه واعتمدي على الله وأكثر من الاستغفار ومن الصدقات وسترى الفرج بإذن تبارك وتعالى. إن الله إذا أراد شيئا يكون يقول أكون فيكون. ثقي في الله تاما. حتى الإنسان مريض مش عيب، يعني إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإنسان دوما في فضل وفضائل يتقلب بأنعم الله عز وجل. قل اصبري لا تسمعي للقيل والقال، كثير من أمراض هذو يحسبوا الدنيا خلاص. وكثير من الناس شوفوا وعوفوا بإذن تبارك وتعالى، فأبشري خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يعني ولو الحديث تاعنا أخ نوفل وشيوخنا الكرام، احنا كنا باقين على صد الضرب، مثل واقع وقصة في القرآن الكريم عن الاستعانة بالله. هو خليل الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي عانى معنا من الابتلاءات ذبح ابنه وما إلى ذلك، وأرادوا حتى حرقه وألقوه بالمنجنيق في نار ملتهبة عظيمة. هو يلقوه بالمنجنيق داخل هذه النار وإذ به يسبح ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. جاء إليه جبريل عليه السلام، جبريل معه 600,000 جناح، 600 جناح يعني بجناح واحد يسد الأفاق. فقال جبريل لإبراهيم يا إبراهيم ألك لي حاجة؟ عندي حاجة. جبريل يعني النار هذه ما فيها يعني بجناح لا يترك لها شيء، بل يقرب الأرض وما فيها. قوة عظيمة خلقها الله عز وجل عليه. الرسول لما رأى له ورقة لأول مرة يسد الأفاق فقال يعني تحتاجني أنا بما هذا العظم الذي ترى فيها؟ فقال يا جبريل أما لك لا، أما إليك لا، أما إلى الله فنعم. فلما استعان بالله واعتمد عليه وتوك وتواثق إليه وخضع إليه ربي، واش قال؟ يا نار كوني بردا وسلاما. ابن عباس يقول لو لم يقل لها كوني سلاما لتجمد إبراهيم عليه السلام. هكذا الأخت هذه لما سمع من قصة ثقي بالله تبارك وتعالى. الله رحيم سبحانه وتعالى، الله كريم كريم ورحيم. هو يقول رب يغضب، حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يغضب إن لم نسأله ونطلبه ونلجأ إليه. وبني آدم حينما يسأل يغضب، ربي يفرح سبحانه وتعالى حينما ندعوه ونلجوش إليه ونقولوش يا رب. يحب الإنسان يتضل، يحب الملحين بالدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. أخضعي في ثلث الليل الأخير تدعو وغير من ذلك من الأمثلة كثير. أيوب عليه السلام 18 سنة وهو في الابتلاء حتى فارقه القريب والبعيد، كان ملكا نبيا وتركه الناس، بقيت مع زوجته، وزوجته اسم على مسمى، يعني اسمه زوجته رحمة. كان يعني سبحان الله العظيم كانت ترحمه وتساعده وتقدم له ما يحتاج إليه. وابتلى هذا المرض، قالت له يا أيوب ادعو الله عز وجل أن يشفيك. الناس رام يقولوا أيوب الله غير الكحلة، كعرف الناس واحد من يمرض يقول هذا كاش معصية كاش مدار، هذا تحت الطاولة، هذا صنع هذا صنع، ولكن لا يعرفون أن المؤمن يبتليه ربي سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد زوجته 6 أشهر ما مرضش، قال روحي دارك. ما مرضت لا راسها، قال روحي. يعني كانوا يحبون المرض، لأن اللي واحد ما يمرضش يعرف ربي ينساه. زكاة النفس. نعم، المرض يطهر الذنوب. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال أحب 3 يكرهوهن الناس. 3 حوايج نحبهم الناس قاع أكرههم. قالوا ماذا يا أبو الدرداء؟ قال أحب الموت وأحب الفقر وأحب ماذا؟ المرض.
قال لما تحب الموت؟ قال اشتياقا للقاء ربي. شوف الناس وتقب ربي سبحانه وتعالى. نعم احنا نعم لانه حتى نحيل ايضا الكلمه الى عام اخر ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا عبد القادر حيده. ايضا هي تسال ان كان احنا درنا لها يعني كما يقولوا محابات لانه هذا البرنامج احيانا ما نتقبلوش الذين يريدون ان يسالون فتوى، ولكن هي تطلب نصيحه. عباده سيدخلون جهنم داخلا. الدعاء عباده ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى به ان شاء الله. هي تقول انها كيفاش تعوض يعني قبل ذلك نرجع للإعانة في 30 ثانية. نذكر أن التوسل هو من أبواب الفقه ليست من أبواب العقيدة، لكي لا يتهم المسلمون بعضهم بعضا بالشرك إذا كان استعانوا بالله أو توسلوا بالنبي أو توسلوا بالأولياء أو توسلوا بالعلماء إلى غير ذلك، كما هو مبين في محله وبالنصوص وبالأدلة. الإنسان يتوسل بالعمل الصالح. الأخت هذه التي طلبت قالت أني لا أرضى عن نفسي، هذا شيء جميل. لجاهل لا يرضى عن نفسه خير من عالم يرضى عن نفسه، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذا ما دام الإنسان مش راضي على نفسه هذا كان في خير كبير، والإنسان اللي راضي على نفسه في جنب الله سبحانه وتعالى هذا على خطر عظيم. والإنسان الله سبحانه وتعالى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات، واستعينوا بالصبر والصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وتستعين بها، استعين بها كما جاء في النصر واستعينوا بالصبر والصلاة، وحديث النفر الثلاثة المعروف استعانوا بأعمالهم الصالحة، تفعل بعض الأعمال الصالحة وتستعين بالله سبحانه وتعالى بها. وكذلك مثلا الإنسان يستعين بذهابه إلى المسجد كما جاء في حديث الذي رواه ابن ماجه. الصالحين تأويس القرن لما قال نعم. أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عندما يكون ذاهب إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك اللهم أن تعيذ من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر له 70,000 ملك وأقبل الله عليه بوجهه. وفي رواية تبشبش له الله سبحانه وتعالى كما يتبشبش أهل الغائب بمجيء غائبهم. انظر يعني التوسل بالأعمال الصالحة، الاستعانة بالأعمال الصالحة، بالدعاء التي يعني الأخت الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل، وربما الإنسان يموت من دون مرض هذا كما ذكرته أخي نوفل. كما يعني الدعاء هو نوع من أنواع الاستعانة لكل من يريد ذلك. سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. هل يعني أنه هذا سيد التابعين يقول لسيد التابعين سيدنا عمر بن العزيز وهو الخليفة أنه لا يستعن، معناه أن لا يكون له وزراء، أن لا يكون له حاشية ولاة؟ لا، ليس هذا هو المقصود. دائما نرجع إلى عمل القلب، عبادة قلبية، لأن صعب من أصعب العبادات. نعم، يعني فيها مفارقة بسيطة ربما يجهلها الكثير. نحن مثلا في هذه القناة التي نتفيأ ظلالها يعني القائمون عليها منكم أخي نوفل الذين يقفون خلف الكاميرات إلى غدا، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يوفقهم. آمين. على رأسهم مدير القناة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد عوادي، نسأل الله له سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. آمين. وهو يبذل قصارى جهده في لأجل أن يعني يكون في هذه القناة ما يرضي الجزائريين على وجه الخصوص. آمين. الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه. كذلك ولي الأمر نعينه بالدعاء. سيدنا حسن البصري يقول لو كانت لي دعوة واحدة لوهبتها لولي الأمر أو لجعلتها لولي الأمر لأنه بصلاحي تصلح الرعية. تجد الله سبحانه وتعالى لولي أمرنا أن يشافيه الله سبحانه وتعالى وأن يعافيه كل ولاة أمور المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه الخير للعباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعو الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين أن يجعل الله سبحانه وتعالى يدا واحدة في أعمار بلدنا وفيما فيه صلاح أمتنا، ولشيوخنا الدعاء والبركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله والحمد لله يا رب. بارك الله فيك شيخنا عبد القادر حيدة، سعدنا بمعلوماتك الكثيرة وبنصائحك القيمة وبالتفاتاتك الرائعة والطيبة في هذا الموضوع الاستعانة، لأنك شيخنا ربما الآن بعد الأنشودة سنستقبل الأستاذ عبد الرحمن ساسي مدير الفرع التنظيمي لديوان الحج والعمرة بعد هذا الفاصل الإنشادي، ثم نعود بإذن الله تعالى لنواصل في ركن الحج ما تبقى من حصة مفاتيح.
ثاني حب الرسول ساق في باري قولوا على لساني سهل لي يا كريم يا غني بمدحين مجدو حب الرسول ساق في باري قولوا على لساني حب الله يا كريم يا غني بمدحين مجدو حب الرسول ساق في باري قولوا على لساني سهل لي يا كريم يا غني بمدحين مجدو وبتمني به بيت في الجنة آمين وبيه نتهنى آمين وبتمني به بيت في الجنة آمين وبيه نتهنى آمين إذا تفعل باش نستنى الرحم طول وسع الرسول ساق في بالي قولوا على لساني سهل لي يا كريم يا غني بمدحين مجدو حب الرسول ساق في بالي إليكم من جديد مشاهدينا الكرام من خمسة تلفزيون الجزائري من قناة القرآن الكريم نحييكم من جديد في هذا الفضاء الحواري الروحاني كل يوم جمعة نتكلم فيه عن مواضيع التحلية والتخلية المواضيع الروحانية كما أرادتها قناة القرآن الكريم أن تكون يوم الجمعة هذه المباركة التي هي عيد من أعياد المسلمين. والآن مع ركن الحج والعمرة نستضيف الأستاذ عبد الرحمن ساسي مدير تنظيم للحج للفرعي للحج. أهلا وسهلا مساء الخير أستاذ جمعة مباركة. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك وحيي السادة المشاهدين. الله يبارك فيك شكرا جزيلا. إذا ما هي أهم التحضيرات التي تقومون بها لحد الساعة يعني قبل ربما شحال تبقى على الموسم؟ يعني ممكن ثلاث أشهر قبل انطلاق. نعم. أيام تحضيرات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم على هذه الإضافة ومن خلالكم نحيي السادة المشاهدين وبالأخص سادتنا الحجاج. تحضيرات موسم حج 1440 هجري 2019 ميلادي لهذا الموسم شهدت انطلاقة مبكرة بمقارنة مع سنوات الفارطة. تشهدها إجراء القرعة التي كانت في شهر نوفمبر المنصرم ثم أيضا تنقل الوفد التحضيري لهذا الموسم الذي كان تنقله في شهر ديسمبر المنصرم أيضا حيث قامت الدولة الجزائرية بالتعاقد على مختلف الخدمات التي يحتاجها الحجاج
بالبقاع المقدسة على غرار خدمة الإسكان، نقل الإعاشة، مع ضبط مجمل الترتيبات التي يحتاجها مختلف حجاجنا بأثناء إقامتهم بالبقاع المقدسة. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للموسم، التحضيرات انطلقت في إطار إعداد البرامج التكوينية لحجاجنا الميامين، والتي ستشهد انطلاقتها في غضون هذه الأيام القليلة القادمة. قافية الحاج مبرور التي ستنطلق إن شاء الله تعالى، مراكز التكوين المنتشرة عبر ربوع ولايات الوطن، والتي تفتح أبوابها للحجاج للانطلاق في العملية التكوينية، التكوين الفقهي، التكوين السلوكي، التكوين التنظيمي. هذا المنحى الذي سينطلق إن شاء الله تعالى. ثم صالون الحج والعمرة أيضا المبرمج أيضا خلال هذا الموسم بإذن الله تعالى. هذه يعني باختصار شديد أهم التحضيرات التي تشهدها أو يشهدها الموسم هذا، يعني موسم حج لهذا الموسم إن شاء الله تعالى. نعم، وأهم التنظيمات والإجراءات اللي يجب أن يقوم بها الحج. نعم. بالنسبة لأهم الإجراءات التنظيمية، هو المعروف أنه الحاج لما يشارك في القرعة يعني وبعدها يخرج الاسم تاعه، ستنشر أو نشرت قوائم الفائزين واستلموا شهادات النجاح. بعد استلام شهادة النجاح، حالي بالحاج أن يتوجه لاستخراج جواز سفر، وإذا كان جوازه قريب يعني مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر يوم انطلاق أول رحلة أو شهر جويلية يعني تقريبا، هنا يجب أن يعيد جوازه. وبالتالي هذه المرحلة هي مرحلة خاصة بأن الحجاج يجدون جوازتهم ويحضرون جوازتهم بالأساس. ثم نحن على مشارف إن صح التعبير انطلاق عملية الفحص الطبي، ومن خلالكم نلفت عناية المشاهدين وبالأخص حجاجنا الميامين لهذا الموسم أنه يحضروا أنفسهم لهذه المرحلة، هي مرحلة الفحص الطبي، حيث سيجتازون عبر مختلف اللجان الولائية التي تسهر عليها مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات المنتشرة عبر ربوع وضعين الحبيب. هنا يجتاز هذه المرحلة حجاجنا الميامين عبر إجراء مختلف الفحوصات، إجراء مختلف الفحوصات الطبية سواء العامة أو الخاصة، أخذ مجموعة من العينات التي بها يعني يحضر ملفهم الطبي لكل حاج، ويدخلون في قاعدة البيانات. وبالتالي أغتنم الفرصة هنا لقلت ألفت عناية سادتنا المشاهدين وبالأخص الحجاج لأن يعني يتأهبوا لهذه المرحلة وستنطلق في الأيام القليلة القادمة. ثم هناك ملاحظة جد هامة، وهي ضروري على كل حاج أن يبلغ عن كل مرض يشكوه. هنا الكثير من الحجاج يقول لك نخاف أنا يا الطبيب ما يوافق ليش، وبذلك أنا ولي ممنوع، وهذه تشكل خطر كثير أو كبير على حياته أو حتى وإن كان إقامته بالبقاع المقدسة. ومن هنا فنقول الحجاج الميامين أنه لا يبخلوا عن الطبيب عما يشكو، إذا كان سليم الحمد لله رب العالمين، وإذا كان يشكو أي مرض فيبلغوه. هناك بعض الأمراض اللي ممكن ما أقول لكش تعالج، لكن يعطيه مجموعة إرشادات اللي يجب أن يلتزم بها، يعني مش رح يغلق لك الباب. لكن في الحالات المستعصية وفي الحالات خاصة هنا لا يمكن على أخذ الدواء معه إذا كان التأكيد يعاني على أجر الدواء. هذه النقطة الأساسية. ثم تأتي مجموعة مراحل سنتناولها في أيامها وفي وقتها بإذن الله القادمة إن شاء الله. مشكور أستاذ عبد الرحمن ساسي على كل ما قدمته لنا، وما زال إن شاء الله في أعداد وحلقات أخرى إن شاء الله تكونوا معنا. شيخنا مفتاح الختامي في دقيقة، المفتاح الختامي في موضوع الاستعانة. المفتاح الختامي موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه مجموعة يدعونه: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناديه أم بعيد، قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل عليه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بمعنى اسأل الله دون واسطة. كل سؤال في القرآن الكريم جاء بعده قل، يسألونك قل، يسألونك قل، إلا هذا. نعم.
إذن فلا وسيطة بين العبد وربه. نعم، مشكور شيخنا محمد قرومي، بارك الله فيك على كل ما قدمته لنا اليوم. شيخنا وأستاذنا حسن شيرود، بارك الله فيك، أسأل الله إليك على كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها والجمهور الكريم. أيضا سعيدون باستضافتك معنا عبد الرحمن ساسي، مدير تنظيم فرعي للحج. أنتم أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الوفاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.